كنت دايما اتمنى افرح معك وفيكي، كنت اتخيلك احلى عروس. نايا طلعتي احلى مما تخيلت بكتير. مبروك حبيبتي، الله يبارك فيكي. يلا انا رح اروح اجهز قبل ما تجي السياره. اوكي ماشي. بلا ماما خلصت. طيب رح انزل هلا استعجل مايا واجي انا وياها. ايه لحظه، ايها مصير. طيب ماشي، يلا باي باي. يلا يلا. ايه اهلين بالعروس. قلبي لسه ما لبستي لهلا؟ ما بدقت لي عم تستعجلنا؟ يلا نايا روحي انت. كيف يعني روح انا؟ حبيبتي انا صابني مغص خفيف، حكيت مع الدكتوره قالت لي خدي دواء وارتاحي شوي، هلا بس يروح المغص بلبس وبلحقك فورا. طيب بركي صار معك شيء؟ شو بده يصير معي يعني؟ حبيبتي انت العروس، ما بصير تتاخري، يعني العريس ناطرك والعالم ناطرتك، خلص يلا روحي. طيب اي شيء بيصير معك بتحاكيني. ما راح يصير معي شيء، لا تخافي. يلا كرمالي. خلص عم لك هلا بلحقك. اي شيء بيصير معك بتحاكيني، فهماني؟ طيب يلا ديري بالك حالك. ما تعكي هم. يلا حبيبي.